محافظة الزرقاء تسجل المرتة الأولى على مستوى المملكة في عدد الطلبة والمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، من حيث أعداد طلبة الملتحقين بالبرامج والمراكز المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، إذ بلغ عدد الطلبة المسجلين 20,000 طالب وطالبة موزعين على 430 مركزا لتحفيظ القرآن تابعة لمديرية أوقاف محافظة الزرقاء. وتنبثق أهداف هذه المراكز من أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز ثقافة الطلبة وتمكينهم وصقل شخصياتهم من خلال العديد من البرامج اللامنهجية. تأتي هذه المراكز انطلاق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه المراكز تقوم على تنشئة النشأ على التربية و حفظ القرآن الكريم والاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، حيث جاءت هذه المراكز تحت شعار على ثرى الأردن: مقامات الصحابة شاهد وعلامة. حتى نبعد هؤلاء الشباب النشأة عن المخدرات، عن الضياع، عن الإسراف على أنفسهم في المعاصي، فاستجلابهم للمسجد والإشراف عليهم وتحفيزهم من نشاطات رياضية، نشاطات إيمانية كمقامات الصحابة، وهذه المراكز أصلا قامت هذا العام على مقامات الصحابة في هذا الأردن المبارك، والحمد لله رب العالمين. استفدنا نمو العقل على حفظ القرآن، على قوة الشخصية، تحسين القراءة فيها، ويعني قوة، يعني أنا ما كان عندي قوة شخصية، بس فتت المراكز القرآن تقوت شخصيتي أكثر. وإحنا هون بنطبق كثير أنشطة مميزة وكثيرة من حلوة. وتشتمل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم على العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة التي تراعي ميول الطلبة وهواياتهم وإظهار الجوانب الإبداعية لديهم ومهاراتهم، وتمكنهم في اللغة العربية وحفظ الشعر والخطابة وألعاب الشطرنج وكرة القدم وكرة الطائرة والعديد من الألعاب المختلفة. تحسين الخالدي، التلفزيون الأردني.